بعد 30 يوما من العرض الدرامي الكثيف خلال شهر رمضان، توجه المصريون إلى صالات السينما مع بداية عرض أفلام موسم عيد الفطر المبارك، ومن بينها فيلم واحد تاني للفنان أحمد عيد وفيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا. وقبل أن نبدأ نقاشنا حول أفلام العيد، نشاهد جانبا مما رصدته كاميرا بتوقيت مصر من احتفالات المصريين بعيد الفطر وسط الكحك والبسكويت والحلوى التي يقبل عليها المصريون والعرب طبعا بشكل عام في هذه المناسبة. نشاهد هذا التقرير ونعود. اكيد العيد عباره عن صلاه العيد وبهجه، فيعني السنه اللي فاتت تعتبر او السنتين اللي فاتت كناش بنحس بعيد بسبب ان هو الحجر وبالليل يبقى فيه حظر والكلام ده، فما كانش بيبقى الواحد حاسس بالعيد، فالسنه دي تبقى مختلفه. لكن طبعا يفرق كتير ان انت تصلي في بيتك مع اسرتك ومع كل الشعب بتاعك او كل الوطن بتاعك بتصلي معاه، ده شيء جميل جدا، فنحمد ربنا على اللي احنا فيه. كحك والبسكوت ده فرحه، يعني سيبنا احنا كبرنا خلاص، بس بالنسبه للاطفال والعيله والكل بتدخل الفرحه والسرور على قلوب الناس كلها، وهي العيد فرحه، وفرحه العيد الكحك والبسكوت والحاجات دي كنا بنعمله زمان، بس ان شاء الله بقى الناس الحلوين اللي عملوا الحاجات دي عملوها احلى مننا كمان. معنا عبر خدمة سكايب حكيم عبد النعيم الكاتب والمخرج، برحب بك يا استاذ حكيم. اهلا بيك. كل سنة وانت طيب. موسم عيد الفطر والافلام اللي بدأت عرضها بالفعل في دور العرض ربما من الامس كمان، من فترة طويلة وكذا عيد سابق كانت موسم الأعياد بيكون فاتر جدا، مفيش نجوم صف أول، مفيش أفلام كتيرة بتنزل فيه، لكن احنا عندنا اتنين من نجوم الصف الأول، عندنا أحمد السقا وعندنا أحمد حلمي بينزلوا بأفلام في عيد الفطر. هل ده معناه ان احنا قدام قد نكون أمام انتعاشة جديدة لموسم الأعياد؟ طيب بداية كل سنة طيبين وعيد سعيد على كل الجميع. سنة وحضرتك طيب. هو طبعا ملفت السنة دي شوية فكرة رجوع نجوم الصف الأول، نجوم الوسط، لأنه يعني في النهاية أحمد السقا وأحمد حلمي ما نقدرش نقول نجوم الشباب، لكن نقدر نقول إن هما النجوم بالظبط، هما النجوم اللي كده أواخر فكرة الإيرادات ونجوم الشباك ودور العرض وكذا. أحمد السقا، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز والجيل ده. إحنا السنة دي في 4 أفلام زي ما حضرتك قلت، في العنكبوت لأحمد السقا ومنى زكي، وواحد تاني لأحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل. في موسم كده شبه فكرة مواسم الأعياد، لأنه طبعا كل طول السنين اللي فاتت يعني لما بنبص على الأرقام بتاعة أفلام عيد الفطر بالذات بنلاقي الأرقام ضعيفة جدا. يعني طبعا 2020 سنة الكورونا كان في 3 أفلام، السنة اللي قبلها 5 أفلام، السنة اللي قبلها 3 أفلام، غير مثلا من 10 سنين فاتت لما موسم العيد ده كان بيبقى فيه 6 أفلام أو 7 أفلام. يمكن يكون كمان دخول فكرة المنصات وانه ما بقاش بس الافلام بتتشاف لاول مرة في السينمات، بقت بتتشاف بطرق تانية، فيمكن نجوم جيل السقا وحلمي بيحاولوا يخلقوا هامش جديد لفكرة نجوم الشباك ودور العرض وكذا. طب يعني خلينا نبدأ مع احمد السقا، لانه في الفترة الاخيرة او في السنين الاخيرة بدأ يتراجع كإيرادات وكنجم حواليه هالة، أو كأنه أو كنجم أفلامه بتحقق إيرادات. المرة دي هو راجع بتعاون جديد مع منى زكي، اسم كبير، وأيضا موجود معها حتى ظافر عابدين. هل ده ممكن تكون انطلاقة جديدة لأحمد السقا سينمائيا بعد ما ركز في الموسم الأخير على أو الفترة الأخيرة على التلفزيون، ولا ممكن تكون او نقدر نسميها الفرصه الاخيره اللي لو ما نجحتش بقى بالمقومات دي وبالنجوم دي ربما يبتعد بعدها احمد السقا زي نجوم كتير قبل كده؟ يعني انا بشوف انه الموضوع ممكن يكون يعني اكثر تركيبا من وجهه نظر كمان، انه في النهايه هل احمد السقا لو المحاوله في انه يعمل يرجع بفيلم في العيد ما نجحتش هيبطل؟ ما اظنش. هي بس انا بشوف انه الجيل ده بالذات زي ما كنت بقول من شويه، اللي هو جيل اللي هو نهايه فكره نجم الشباك، لانه بعد كده النجوم بقت بتيجي من حتت كتير، مش بس من السينما ولا التلفزيون، بقى في فكره الانترنت والسوشيال ميديا والبلاتفورمز وكل الحاجات اللي بقت تخلق النجوم، مش بالضروره يكونوا عملوا افلام. ففكره تعبير نجوم الجيل السقا وحلمي وكذا عن انفسهم مره اخرى، بس من اللي هم بيعرفوه، اللي هو فيلم احمد السقا، منى زكي،
نجمين كبار معاهم ظافر عابدين ويسرى اللوزي، نجوم كمان ليهم جمهورهم، فهي يمكن محاولات لانه الناس تعرف مين اللي هي بتعرف تعمله. يعني حتى السقف تجربة التلفزيون ما كانش طول الوقت، او بقاله حبة، بقاله مثلا 10 سنين عنده مسلسل في رمضان كل سيزن رمضان. لكن هل هنرجع زي زمان؟ هو ما فيش حاجة بترجع زي الاول، يعني خلاص هو السقا ده بيكبر في السن وفي اجيال كتير بتطلع بعد منه، والسقا نفسه كان نجم شاب، هو نجم شاب لاجيال بقت ابهات دلوقتي صحيح، يعني فاظن ابنه يمكن ابنه يكون بيمثل محاولة. اصلا دلوقتي يعني. بالظبط بالظبط، ابنه ايوه كبير يعني مش صغير، يمكن محاولة للجيل ده لمحاولة الحفاظ على مساحة ان لأنفسهم، زي ما يتشبث احنا مثلا بمساحة موجودة ليه. زي ما بنشوف في الجيل الأقدم، مثلا جيل نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز، طبعا باستثناء عادل إمام، لأن عادل إمام حالة خاصة. محمود عبد العزيز ونور الشريف وأحمد زكي في بعد ما كبروا شوية مع ظهور جيل السقا، كان لسه هما الثلاثة عندهم كده محاولات لوجود مساحة ليهم، كده مساحة يعملوا فيها أفلام أو مسلسلات وتنجح بجمهورهم، هما ما عندهمش أي طموح أكبر من جمهورهم اللي متعودين عليه، فممكن تكون كده. طب احمد حلمي بتتوقع له ايه هذا التعاون مع الكاتب هيثم دبور، ووجود ايضا عدد من النجوم، نجوم الصف الاول معاه في التعاون ونجوم شباب ايضا، بتتوقع النجاح للتجربه، خصوصا انه برضو احمد حلمي كان في الفتره الاخيره والافلام الاخيره ما حققتش النجاح اللي كان ده حقيقي احمد حلمي بيبقى ضامنه قبل حتى ما الفيلم ينزل؟ طبعا، يعني احمد حلمي بيتعثر بقاله سنين طويله، خصوصا ان احمد حلمي مش زي السقا مثلا او كريم عبد العزيز عنده مساحه تانية في التلفزيون مثلا، فبيقدر يوازن. لو حلمي مش موجود تقريبا، ووجود حلمي حتى مع الناس هو اكتر من خلال انستجرام، او عنده نشاط له علاقه بالكتابه في بعض الاحيان وبينشر وكذا. لكن حلمي بيتعثر في مشروع سينمائي. لكن السنه دي بيشتغل مع هيثم دبور، هيثم دبور كاتب عنده أفكار مختلفة، بيجرب في حتت كده السينما يعني في مصر مش متعودة عليها قوي. فالمحاولات دي كلها والله تحسب لأحمد حلمي طبعا، تمام. خصوصا إنه كمان أحمد حلمي عنده فرصة ازيد شويه من زمايله، ان هو كمان وزاره الثقافه هتعرض فيلمه بالاخص ضمن مشروع وزاره الثقافه عاملاه اسمه سينما الشعب، وفيلم حلمي هو الفيلم الوحيد اللي بيعرض في المبادره دي، وبالتالي فعنده هياخد فرص هيعرف يكون اكبر العرض وحضور عرض وسور اكبر الثقافه. وقصور ثقافه وغيره، فبالتالي عنده ارض بالظبط مؤهله. يعني هنتابع عموما ما بالظبط سيسفر عنه هذا الموسم وباقي الافلام اللي هتعرض فيه، وربما نعمل حصاد بعد كده عما حققته هذه الافلام. شكرا ليك حكيم عبد النعيم الكاتب.